السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدي مطبخ لايف، أهلا بكم في يوم جديد ويوم سعيد عليكم إن شاء الله. النهاردة بنبدر كده بالعيد، وزي ما قلت لكم هنبتدي في حلقات تجهيزات شوية شوية العيد، بس لسه هنخش بقى الأيام اللي جاية إن شاء الله في الحاجات بقى اللي هي البهاريز بقى كلها. بس النهاردة معانا برضو جزء كده من البهاريز، معانا النهاردة الكوارع. مشكلة المشاكل، الكوارع استوت، الكوارع ما استوتش. هنعمل النهاردة الكوارع من الألف لليه زي ما بيقولوا، هنشوف مع بعض تسويتها وهنعمل وهنخليها ونعمل منها فتة الكوارع. حاجة سهلة كده، وأنا عارفة أن هي أكلة شتوية، بس بما أننا في عيد الأضحى وهيبقى موجودة عندنا، فنقدر نعملها يوم نقضيه نفصل شوية من اللحمة، لحمة نديها شوية فتة كوارع تبقى خفيفة، ونعود ولادنا، وعشان كمان نعرف قد إيه هي صحية جدا ومفيدة جدا. كمان معانا النهارده ايه في المنيو بتاعنا؟ حاجه حلوه طلبت مننا، ودي انا عاملاها هديه بمناسبه العيد طبعا لكل مشاهدي مطبخ لايف، وبالاخص للاستاذه مريم اللي طلبت مني ليالي لبنان. هنعملها برضو سهله وسريعه جدا، كل حكايه بتحتاج تخش بس التلاجة مش اكتر من كده، ونشوف التقديم بتاعها والطريقه بتاعتها. نشوف المنيو بتاعنا ولا انا كده خلاص قلت المنيو؟ احنا المنيو بتاعنا النهارده فتت الكوارع المخليه وليالي لبنان، تمام؟ ما تسألونيش هم ليه سموها ليالي لبنان، مش عارفة صراحة، أنا معرفش هم ليه سموها ليالي لبنان. طيب أنا هبتدي معاكم إيه سريعا كده الرز علشان نشوف. يلا ارجعولي. لأ أنا هبتدي هعمل الرز وبعدين هناخد مقادير الليالي لبنان علشان هي اللي هنحتاج ندخلها التلاجة. خلاص؟ الرز هو يعني ملوش مقادير الرز يا جماعه وماده دهنيه، بس انا عايزه اوريكم التكنيك بتاعه هيتعمل ازاي معايا. الرز بتاع الفته بيتعمل بالسمنه البلدي، وبيتعمل كمان بالمستكه، خلاص علشان الطعم بقى والايه والريحه بتاعته. هو كده الكوارع دسمه، بس برضو في نفس الوقت اشيل بس الميه دي كده واجيب الحله دي هنا كده. يلا بينا. معايا مادة دهنية حاجة بسيطة كده من الزيت علشان يلمع معايا الرز بتاعي، وهاخد معلقة سمنة بسيطة وهحط الباقي بعد ما يستوي الرز معايا. خلاص حاجة بسيطة كده اهو علشان اخد التست والطعم معايا من كل حاجة. انا مستنية الطاسة بس تسخن معايا، انزل بفصين المستكة. فين المستكة؟ المستكة اهي. نستلف من بتاعة الكوارع فصين كده، خلاص، وشوية ملح ورشة فلفل بس بسيطة، والمستكة بتاعتي هيبقى الرز بتاعي جاهز وتمام التمام. المستكة بحطها الأول علشان تسيح معايا كده، وانزل بالرز ياخد تشويحة كده علشان يبقى مفلفل. ليه أنا عايزاه مفلفل؟ مثلا حد يقول إن هو مثلا يبقى مسلوق عشان يبقى خفيف، لأ، لأن أنا هحط له شوية مرق أو صلصة، ما يبقاش الرز معايا معجن كده، لأ أنا عايزاه يبقى مفلفل. بديله تشويحة كده زي ما أنتوا شايفين، بديله شوية الملح كده. أنا ببقى عارفة طبعا التست بتاع الملح بتاعي والكمية اللي أنا عاملاها. الحلة دي مضايقاكم؟ أشيلها دلوقتي أهو. بدي تشويحة كده للرز، انزله بس عايز سنة زيت كمان كده، يبقى الرز مفلفل معايا اهو. اخد تشويحة، اتشرب من المادة الدهنية بتاعتي كلها، بنزل عليه بالمية السخنة اهو. انا نقع الرز بتاعي، اخلي بالي من المعيار يبقى مظبوط، وادي الرز بديله بس رشة فلفل اسمر، رشة بس كده، شايفين؟ بس مش اكتر من كده، تدي تست وطعم حلوين. تعالوا بقى ننزل بمقادير ليالي لبنان، يلا علشان هي اللي هنعملها وندخلها التلاجة مع بعض ونشوف تقديمها ازاي. يلا ننزل بمقادير ليالي لبنان. معانا كوباية دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة، معايا كوباية سكر، معايا 5 كوب حليب، هنحط 4 ونسيب واحدة نزود بيها، معايا ربع كوب ماء ورد او ماء زهر، نص كوباية قشطة، وللتزيين مكسرات، وللتقديم عسل. خلاص هي بسيطة جدا، بس يعني فيها شوية حاجات كده للتقديم اكتر منها في المكونات بتاعتها. يلا ارجعولي نسجل ونصور، هي الفكرة كلها فين؟ في
الدقيق السميد، هقلل الرز بتاعي خلاص غلي، هقلل النار شوية عليه، أشيل المية دي. تعالوا بقى أجيب حلة تانية عشان ننزل فيها على طول كده أهو. هنزل المكونات بتاعتي كلها على البارد. ادي الأربع كوبايات حليب واسيب شوية أزود بيهم احتاجت أو ما احتاجتش، وادي كوباية من الكريمة دسمة معايا أو حليب يبقى دسم شوية. هنزل بيه السكر وأدوبه خلاص. تعالوا نحطها، هي مش هتلحق يعني عشان تمسك برضو معايا شوية. ادي الكوباية دي هسيبها كده أزود بيها أهو خلاص، كله على البارد، ونقلب السكر خلاص، وأنزل بدقيق السميد وأقلب. العسل ده زي ما قلنا للتقديم، معايا حبة لبن بودرة برضو يدوا تيست كده وغناوة لو اللبن بتاعي أنا حاسة إن هو مش دسم وما عنديش كريمة خلاص. وآدي الموارد كله كله كده إيه مع بعضه. دول طبعا للتزيين، معايا الفستق ومعايا ورد مجفف ومعايا القشطة برضو للوش والعسل، واختياري عندك أي فاكهة تقدري برضو تزوقي بيها مفيش مشكلة. إيدي بتبقى فيها زي ما احنا شايفين كده، زي فكرة المهلبية بيتقل بسرعة خلاص. أنا عاملة ليالي لبنان دي زي ما قلتلكو للأستاذة مريم، هي اللي طلبتها مننا، حاجة حلوة برضو هندخلها بقى التلاجة وتسقع معانا تبقى حلوة في الجو اللي احنا فيه ده خلاص. بيتقل بسرعة مجرد ما اللبن بتاعي بيسخن. تعالوا ننقل الرز هنا، هو غلي معايا، النار دي أعلى شوية كده، محتاج نار أهدى اهو شايفين. اديله تقليبة كده، اظبط الملح بقى في المرحلة دي بعد ما المية بتغلي بتاعت الرز، بظبط الملح بتاعه عشان الرز بالذات من الحاجات اللي ما ينفعش بعد ما يستوي اظبط الملح بتاعه. رز مصري عادي خالص بالمستكة ومعلقة السمنة البلدي اللي هتديله الريحة دي مع المستكة بتاعتي كده. ايدي هنا زي ما احنا شايفين كده اهو، زي فكرة، هي عاملة زي فكرة المهلبية بس بدل النشا أو الدقيق أنا مستخدمة دقيق السميد خلاص. علي كده النار عليه، وأهدي هنا بقى النار على الرز كمان أكتر لأنه خلاص اتشرب وعايزاه ينزل على نار هادية خالص أهو كده. بفضل أقلب فيها لحد لما يستوي معايا الدقيق السميد. احنا عارفين هو بيبقى حاجه جافه، سواء حبيبات رفيعه، حبيبات يعني بيبقى فيه حبيبات ناعمه وفي حبيبات خشنه، اي نوع استخدميه خلاص. اللي بيميزها ميه الورد والفستق والعسل اللي بيتحط على الوش ساعه التقديم بتاعها. ممكن تقللي السكر فيها، انا مقلله يعني كوبايه دقيق السميد مع الخمس كوبايات حليب اللي انا هحطهم مع كوبايه السكر يعتبر كويس. ممكن تقلليه وتكتفي بالعسل اللي احنا هنحطه على الوش زي ما احنا هنشوف. اللبن كل ما هيبتدي يسخن معايا كل ما هيبتدي القوام بتاع السائل بتاعي ده يبقى غليظ شوية، بس لازم ايدي تبقى فيه كده. حلو سهل على فكرة برضو وسريع، ما فيهوش اي حاجة بقى ولا فرن ولا اي حاجة، كل الحكاية انا بعمله على النار وبدخله الحلة بتاعتي دي سخنت، عايزة اشيلها كده. يلا ابتدى يتقل اهو معايا مجرد ما اللبن بيسخن. كمان ده بيساعد لما انا مثلا حد يقول طب اسخن اللبن وبعدين احط الدقيق السميد، لا هينزل يقفش على طول في اللبن. انا كده كاني بسوي الدقيق السميد على الهادي، كل ما اللبن درجه حرارته بترتفع كل ما الدقيق السميد بتاعي بيستوي خلاص. شايفين حتى حبيباته ابتدت تكبر، انا شايفاها وتمسك معايا ما بتتحمصي. لا ما بتتحمصي الدقيق، لان في حلويات تانية وفي حاجات تانية بيحمصوا فيها دقيق السميد زي المدلوقة او تقريبا اسمها المدلوقة، بنحمر فيها الدقيق السميد، وفي حلويات تركي برضو بنحمر فيها دقيق السميد وبعدين ننزل بالحليب. طيب انا وانا شغاله فيها كده ممكن ننزل ايه، ننزل بمقادير الكوارع معانا ونتكلم عليها،
ولا ايه رايكم؟ علشان وقتنا، انا منتظره اللبن يسخن معايا. اوكي معانا فتت الكوارع. طبعا فتت الكوارع يعني عايزين كوارع مخليه وعايزين رز ابيض، خلاص احنا عملناه مع بعض. والخبز المحمص في الفرن هنقول برضو طريقته، صلصه حمراء وصلصه بيضة، وهنتعرف ليه الصلصتين دول. لسه معانا تكمله ليها عشان بقى ازاي هنعمل الكوارع. الكوارع عشان اسلقها محتاجه بصل وجزر وكرفس وطماطم، جنزبيل، ورق لورا، حبهان مستكه، وجوزه الطيب، ملح وفلفل، وماده دهنيه. هقول لكم طبعا وانا شغاله مع بعض هنتعامل معاها ازاي وننظفها ازاي. صوص الفته الاحمر معانا صوص ابيض وصوص ابيض، طماطم وثوم وكزبره ناشفه وخل، ده اساسي شوربه الكوارع عشان نخفف بيها ونسقي بيها الفته بتاعتنا، وماده دهنيه معانا. يلا بقى صوروا وركزوا كده معايا، اهم حاجه الشغل اللي احنا هنشتغله مع بعض على الهوا. يلا بينا. ريحه ميه الورد حلوه قوي مع الحليب، ممكن تضيفي كمان فانيليا بس انا مكتفيه بميه الورد. شايفين الكوارع معايا؟ الكوارع معايا، انا بجيب الكوارع بعمل ايه؟ كل اللي انا بعمله بخليه يقطعها لي قطع صغيره. تعالوا كده اوريكم هي يعني معموله ازاي. دي الحته اللي هي بتبقى من فوق عند الركبه كده، برضو الركبه دي مهمه قوي، بيبقى فيها كميه كولاجين حلوه قوي، والجيلاتينه اللي بتبقى مفيده للمفاصل ولهشاشه العظام قد ايه. ده الحافر بتاعها، ادي القطع اهي، شايفين لونها عامل ازاي، وبيضه ونظيفه خالص. بتجيبيها بنضفها، بنقعها في ميه وملح وسكر، المحلول ده قادر ان هو ينزل لي كل حاجه. لو حسيت ان لسه فيها شعر او فيها اي حاجه ممكن يعني على النار كده بمشيها خلاص لحد لما يروح كل الشعر ده. بنقعها في الميه والخل والملح والسكر فتره حلوه كده، بعد كده بصفيها، بجيب دقيق وملح خشن وادعكها كويس قوي، وليمونه، وتدعكي الكوارع بتاعتك تدعكيها بالملح والدقيق والليمونه دي. خلاص كده نزلت كل حاجه، بنزل عليها ميه من الحنفيه لحد لما الميه تبقى رايقه جدا. بجيب ميه تاني بحط فيها شويه فلفل حب زي ما انتم شايفين، ورق لورا، وحطيت شويه لبن، قلت يطري معايا زي ما بنتبل اي حاجه مع بعض، يطري معايا الكوارع بتاعتي. خلاص عايزين فاصل بس كده، وصلنا للمرحله دي. قبل الفاصل بس هعمل طشه للكوارع اللي انا مجهزاها مع بعض. طب نسيبها دلوقتي، هعمل طشه لما ترجعوا لي من فاصل صغير، وارجعوا لي على طول منتظراكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل. انا الليالي لبنان بتاعتي خلصت معايا وطلعت اهي زي ما انتم شايفين كده، انا عايزاها بالتقل ده، ولما هتبرد بقى هتمسك برضو في بعضها. خلاص تبرد بس كده شويه. معانا طشه انا اوريدي مجهزه، طبعا لازم الكوارع هتاخد مننا، خدت مني في حله الضغط ساعه، هتاخد منك في غير حله الضغط ساعتين، وهتسهل كمان عليكي اكتر بالمحلول النقع اللي احنا عاملينه ده، جربيه وهيعجبك جدا. خلاص حط الكزبره الناشفه ونعمل طشه. دي مش هحط لها خل، اللي انا هحطها على الشوربه خلاص، لكن طبعا طشه الثوم بالطماطم هي دي اللي هنحط عليها الخل. بتاخد غلوة بس واحدة وخلاص كده بتكون جاهزة معي. تاخد بس غلوة بس كده واحدة على بال ما احنا نصب ده، تاخد الكوارع الريحة والطعم بتوع الثوم بتاعي. هنشوف مع بعض كل الخطوات، ما تقلقوش خالص. كده بنزل بيها كده، نجيب معلقة نغرف بيها او كبشة نغرف بيها افضل. يلا ما بتاخدش وقت خالص، هي كل الحكاية ان انا بسيبها بقى تبرد في التلاجة كده. هي تعمل معايا ممكن اتنين صنيتين او صنية واحدة براحتك خالص اهو. طيب تبرد وتطلع من التلاجة، هنكمل بقى بقية الخطوات بتاعتها كده. نحط القشطة على الوش والمكسرات بس دلوقتي تبرد خالص. خلاص تعالوا نحطها. بس كده هكمل الباقي في صينية تانية ونرجع
نغرفهم مع بعض. تمام كده؟ طيب انا ما احتاجتش، شايفين شويه اللبن التانيين انا ما احتاجتهمش خالص. انا محتاجه اشيل بس معاكم الكوارع كده علشان هنخليها مع بعض. يلا كده استوت خلاص معايا علشان نخليها ونقدمها، ونقدم كمان الشوربه بتاعتها. خلي الجزار يقطعها لك قطع كده صغيره عشان تعرفي تتحكمي فيها، وحتى لو هتاكليها من غير خلي تبقى هي قطع صغيره مش ماسكه قطع كبيره. طيب انا نقعت الكوارع بتاعتي وخلاص بيتها من بالليل في المحلول ده معايا. خلاص في حته كمان اهي ما نسيبهاش، ودي الشوربه بقى هنستخدم منها وهناخد منها دلوقتي. اسيب دي تبرد كده شويه علشان نخليها مع بعض. خلاص نقعتها، باخدها بعد ما نقعتها كده. دي من بالليل، شايفين لونها ابيض ازاي اصلا، وبصفيها. بيضه وزي الفل. في ناس بتروح مدياها صدمه في ميه سخنه، بس انا شايفه ان دي انا مش محتاجه الحركه دي، لان انا خلاص انا كده نظفتها وجايبها مضمونه وجايبها طازه معايا. بروح جايه في الحله بتاعتي تبقى سخنه، لازم تسخن كويس قوي. خلاص نعلي النار كده تسخن بس معايا، انزل بماده دهنيه، شويه زيت كده بسيط، وحته سمنه. لازم هي فين اهي، انا عارفه ان هي دسمه. اللي عندهم كوليسترول بلاش ياكلوا الكوارع، ممكن مره واحده كده يعني ايه، لكن الكبار السن اللي عندهم مشاكل مع الخشونه والهشاشه العظام حلوه جدا ليهم، فيها فيتامينات عاليه جدا الكوارع، وفيها يعني مغنيسيوم وكالسيوم، ما قلنا حلوه لهشاشه العظام. والجيلاتينه، الماده الجيلاتينه اللي بتبقى فيها دي بتعوض الكولاجين اللي احنا بنفقده ما بين المفاصل بتاعتنا، بتبقى مفيدة جدا. هنزل برضو بفص ايه مستكة كده، كل ده هيشيل لي بقى اي روايح مش مستحبة، لكن انا غسلها مش هتشمولها اي ريحة خالص. خلاص معايا ايه بقى اللي انا هحطه معاها؟ بصل، جزر، كرفس، ده في الشوربة والسلق، بس بنزل بيهم الاول. انزل بالكوارع كده وديها صدمة كده معايا، ريحه المستكه معاها مش هتشموا اي حاجه كده. بفضل بقى اشوح فيها لحد ما تاخد لون معايا، ما بحطش اي بهارات دلوقتي ولا اي حاجه، هو فص المستكه كده. بفضل اشوح فيها، ما تنزلش المفروض ميه، النار عاليه جدا عندي. طيب بعد ما شوحت اعمل ايه؟ انزل ب، خلي الطماطم مش دلوقتي علشان ما تتلسعش معايا في الحل، هنزل بالبصل والجزر خلاص، والكرفس انزل برضو بيه، وافضل اشوح كده فيها. ممكن اعمل ايه؟ انزل بورق اللورة. خلاص معايا ورق اللورة، كمان السكر زي ما قلت لكم في محلول النقع بيفكك برضو الانسجه بتاعه اللحوم بتاعتي وبيسويها بسرعه. كمان احط في الشوربه معلقه من السكر. خلاص الفلفل الاسمر بفضل ان انا احطه حب زي ما انتم شايفين كده علشان ما يغمقليش الشوربه وتفضل الشوربه بتاعتي لونها ابيض، وفي نفس الوقت اخد التست منه. بنحط بقى جوز الطيب، بنحط البهارات بقى، الحبهان والمستكه وورق لورا زي ما قلت، انا دايما بحب اطحنهم. حابه ان انت تحطي الحبهان صحيح مفيش مشكله. بفضل اشوح بقى فيهم لحد ما احس ان هي خلاص ما عادش فيها اي ميه او اي سوائل، انزل بالطماطمايه بتاعتي. خلاص كده كفايه واحده عشان ما تبقاش كتير. بتحبي لونها كده عادي مفيش مشكله خالص، والله ما فيش اي ريحه خالص بمحلول النقع والغسول اللي احنا عملناه بالدقيق والملح الخشن، ما فيش اي روايح خالص. هديها صدمه بميه يا جماعه، هتنزل كل الفايده اللي فيها، النخاع بقى وشويه الدهون الحلوه دي، وهي مره او مرتين هناكلها مش مشكله يعني كده.
احط برضو الفلفل الاسمر والحبهان المطحون واقلب، وشموا بقى احلى ريحه. بفضل اقلب فيها كده لحد ما احس انها خلاص يعني ده حاجه هتستوي بقى مني. تمام، هنزل بيه معلقه السكر كده، ما بحطش الملح دلوقتي، الملح ده جنزبيل احطه، وبرده في ميه النقع بحط جنزبيل فريش او تحطي جنزبيل بودر بيدي تيست وريحه حلوين قوي. الفلفل الاسمر والجنزبيل هيشدوا اي روايح موجوده فيها، مع الخل والملح بقى والايه والسكر، ريحه جميله جدا. ما تقولوش ان انا بعمل كوارع او اي حاجات من حاجه المذبح دي زي ما بيقولوا كده، بفضل اشوح كده فيها. خلاص خلصت مرحله التشويح. ممكن في ناس بتحب تحط معاها فص ثوم مثلا او كده، لكن لا انا بكتفي بالطشه اللي انا هعملها في الاخر. زي اي لحوم، لحمه، فراخ، اي حاجه هي سخنه لازم احط الميه بتاعتي تبقى سخنه، لو بارده هتضيع لي كل اللي انا بعمله. اكمل بقى واغطيها واعمل حساب ان الشوربه هتنقص او الميه بتاعتي هتنقص، واسيبها بقى كده. خلاص انا حطيت لها كل الحاجات بتاعتها. هتطلع ريم؟ لا مش هتطلع ريم، لان انا غسلتها كويس قوي وظبطتها، والتشويحه اللي انا عملتها دي هتقعد معايا لو في الحله العاديه حوالي ساعتين. انا خدت معايا في حله الضغط هي ساعه واحده اخدتها فيها، ده كان انجاز برضو. ممكن هي صغيره، الكوارع بتاعتي صغيره مش كبيره، ما اخدتش وقت طويل، غالبا بتاخد وقت اكتر من كده. كمان لازم اطلعها سنه علشان لسه هدخلها الفرن واخليها تبقى اعرف امسكها معاكم. هنسيبها بقى كده تغلي، في اخر نص ساعة في التسوية بزود لها الملح، لان احنا عارفين ان الملح بيأخر لي التسوية شوية. خلاص تعالوا بقى نحاول نخلي معانا الكوارع بتاعتنا، وبعدين نعمل الطشة بقى بتاعت التوم او صلصة التوم. الخبز بتاعي عادي بحمصه ازاي، بقطعه زي ما انتم شايفين كده، وبرشه شويه زيت، وكل شويه بحطه في الفرن وافضل اقلب فيه يطلع معايا بالمنظر ده. رشه ملح بسيطه قوي، لان انا هنزل عليه بالدقه والحاجات اللي احنا هنشوفها. تعالوا بقى نلبس جلافزات عشان احنا هنغوص دلوقتي مع الكوارع. ممكن على فكره اعملها برضو واسلقها واجهزها من الحاجات التجهيزات بتاعه العيد اللي ممكن اجهزها من قبل العيد. تمام، لو انا مثلا بقى يعني هذبح خروف او هذبح بقى حاجه مش العجل بتاعي، او ان انا عايزه اكلها، او لو انا ما ذبحتش حتى ما فيش مشكله برضو ابقى مجهزاها معايا. اجيب سكينه حاميه شويه السكاكين. طيب ناخد دي كده اهو، ابتدي بقى اخليها بالراحه. خلي بالك ممكن بالمقص بالسكينه كده اهو كده، بتبقى حلوه بقى. ان انا دي بقى نسيبها نمصمصها كده، ما اوعي ترموا حاجه كده اهو. هجيب صينيه معايا عشان اعمل لها دقه وادخلها الفرن شويه مع دقه الصلصه تنشف شويه، ونحطها على الفته بتاعتنا اهي. شايفين مستويه؟ لا ما تجريش، مستوية معايا. دي فيها حتة عظمة كده، دي عظمة اهو. سهل بقى ان انا اكلها ونضحك على الولاد ان هم يشوفوها كده على بعضها، لا نديها لهم بالمنظر ده اهو. هي مستوية يا جماعة خالص، بس هي لسه سخنة شوية. احسن ما ان انا طالما هعملها فتة اعمليها مخلية، كمان بتبقى مع ورق العنب حلوة جدا اهو كده. سهلة على قد اللقمة كلها نقدر ناكلها، ونقدر كمان نعمل الشوربة، نعمل برضو نقدم طبق شوربة وهي مخلية أكلها كده على طول، ما عودش بقى إيه نقعد بقى نعمل الحاجات اللي بيعملوها هم بياكلوها دي. واللي بيحب اللي يمصمص بقى يقعد على جنب كده ويمصمص زي ما هو عايز. هي ابتدت تغلي معايا اهي على النار عشان أنا حطيت المية بتاعتي سخنة. دايما يا جماعة
لما تبقى الحاجة سخنة بشوح اللحمة أو بشوح الفراخ، لازم المية اللي أنا حضيفها تبقى سخنة معي. خلاص كده، أول ما تبتدي تغلي أهدي النار خالص، النار العالية ما بتسويش، خلي دي أنا عايزاها ودي نحط شوية في الطاجن اللي هنحط فيه الشوربة والباقي للفتة كده عشان نحط للشوربة. خلاص، ودي هاخد لها كده شوية ثوم كده ومعلقة من الطماطم، لو أنا مجهزة الصلصة أحطها، وكده كده إحنا هنحط كده ورشة ملح، رشة فلفل كده، حابة بس أخد إيه معلقتين صلصة تدي برضو لون كده وتست معاها، بلاش بقى أي مادة دهنية، هي كفاية اللي فيها كده أهو كده، وادخلها الفرن تتحمر معانا شوية. يلا بينا. تابعوا بقى معايا، انا عايزه التومه بس تستوي شويه، ودي نقدمها برضو معانا في الشوربه، اللي حابب بقى يقعد يقزقز ويمزمز كده ايه معانا. تعالوا نشيل ده واشيل ده. زي ما قلت لكم الرز معايا، الرز احنا عملناه اوريدي بالمستكه خلاص، وقرب ما هيستوي هنزل معاه، هو خلاص استوى، شايفين دي غليت معايا اهي، هاخدها على النار الاقل تستوي على مهلها. النار زي ما قلنا كل ما هدينا النار تسوي الحاجه اسرع. هاخد معلقه سمنه كده واحطها على الرز في الاخر علشان تديني فلفله كده زياده والتيست اللي انا عايزاه اهو، شايفين كده اهو ريحه بقى ما اقولكوش، تعالى هنا كده فظيعه جدا. زي ما قلتلك بلاش صدمة المية، لو انت متأكدة من نظافة الجزار والكوارع بتاعتك. خلاص كده كده تمام، نشيل دي كده من على النار. بلاش صدمة المية، اعملي الفكرة اللي انا قلتلك عليها، محلول النقع هيبقى حلو جدا وهيفي بالغرض ده. طيب تعالوا نعمل الصلصة البيضة والصلصة الحمراء، نشيل دي دلوقتي كده، الحلل بتاعتنا كتير النهاردة دي كده. هنا توم وهنا توم ومادة دهنية عشان نعمل الصلصة ونعمل الصلصة البيضة. خلاص حطيت توم ومادة دهنية، هنحط هنا ايه بقى بعد ما تتحمر شوية، هننزل بالملح والفلفل وبعدين نبتدي ننزل بالصلصة. فاصل. طيب هنطلع فاصل وهنكمل مع بعض واقول لكم انا عملت ايه. فاصل وارجعوا لي على طول، منتظركم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ما رضيتش اعمل اي حاجه غير لما تقولي التومه يا دوب بس يعني اخذت لون كده واصفرت، هنزل بالكزبره الناشفه، وهنا كمان هنزل بالكزبره الناشفه كده، وهنزل هنا بالخل كده، وانزل بالخل بتاعي حبه حلوين كده يعني. هنا هنزل بشوربه، دي اللي هسقي بيها الفته بتاعتي بالشوربه. خلاص يبقى دي الصلصه البيضه اللي انا عملتها. طيب الصلصه التانيه بتاعتي دي اللي هنزل عليها بالطماطم واسيبها تلف بقى شويه كده مع بعضها بس كده، اظن مفيش اسهل من كده، هو ده صوص الفته. بزود بقى انا هنا حاطه شوربه، بظبط الملح بتاعها، وهنا الطماطم هنزل عليها بالملح والفلفل بتاعها اهو، كزبرة الناشفة برضو مع التوم حلوة جدا بس كده. ده العسل بتاع العيال لبنان، خليه دلوقتي. تعالوا نشوف بقى الكوارع اللي في الفرن، كفاية عليها كده، ونبتدي نجمع الاطباق بتاعتنا. الصلصة بس بتاعتنا بقت ايه تتسبك شوية، تعالي انتي هنا كده وانتي هنا كده، يلا بينا. تعالوا نشوف اللي في الفرن، هي اوريدي مستوية يا دوب بس بتاخد وش كده جراتين زي ما احنا شايفين، مش عايزه اكتر من كده،
وغرفنا طبق شوربة مع بعض، خليه هنا كده لحد ما نقدم. وده طبق الشوربة بتاعنا اللي غرفناه مع بعض كده، ودي اللي هنعمل بيها فتة الكوارع بتاعتنا، وده العيش ومعايا الرز. في بقى اخواننا المغاربة بيعملوا ايه؟ بينزلوا بحمص الشام مع الفتة، فاحنا تغييرا وشوية كده حاجة جديدة ننزل بشوية حمص معاه كده اهو، خلاص. ونسيب دي تتسبك كده مع بعض، مش تسبيكة بمعنى تسبيكة، الطماطم بس تستوي تمام، وتبقى صوص كده معايا يخش في بعضه بس كده. الكوارع شايفين هنا معايا اهي، ما طلعتش ريم ولا اي حاجة، المية بتاعتها رايقة جدا وبيضة جدا، والريحة مش عايزة اقول لكم كأننا بنسلق لحمة مش كوارع خالص. خلاص ادي الصلصة بتاعتي هنا دي بتستوي، والرز اوريدي بتاعي استوى، التوم و خلاص الكزبرة الناشفة بتوعي انا مش عايزاهم. زي ما قلت لكم بعد ما بتخلص الكوارع، بعد الكوارع بتاعتي ما بتخلص زي ما عملنا في الكوارع الاولانية، بعمل لها طش التومة بدون خل وانزل بيها عليها، واحط الملح بتاعي، اظبط الملح بتاعها وخلاص، على كده بتبقى جاهزة معايا. ودي شوربة الكوارع بتاعتنا النهاردة اهي، محطوطة مع حبة كوارع مخلية وقطعة برضو كده حطناها مع بعض. خلاص تعالوا نجيب الطبق اللي هنقدم فيه ليالي لبنان بتاعتنا، هي جمدت خلاص في التلاجة، وتعالوا بقى نشوف طريقة التقديم بتاعتها. زي ما قلتلك هي بس كل الحكاية انها بتبرد، عايزة الفرشة فين اهي، ادي الفرشة. اللي بيحصل ايه؟ اهي مسكت معايا، بجيب القشطة بتاعتي بدهن بيها الوش كده، شايفين؟ لو كنت حطيتها وهي سخنة كانت ساحت، لا انا عايزة ادهن كده علشان احط المكسرات وابتدي اقدمها. بتتقطع مربعات عادي خالص، حاجة ساقعة كده وبردة معانا ناكلها الصيف، طبعا عايزين الحاجات اللي هي مرطبة كده زي ما قلنا. يلا هنعمل كمان معاكم حاجة حلوة قوي ان شاء الله، انتظرونا يوم الخميس حلقة كده خفيفة ولذيذة وفيها نوع من انواع الايس كريم برضو خفيف ولذيذ مع بعض، هنبتدي نقدم اهو. ممكن تدخليها برضو التلاجة تمسك شوية طبقة القشطة، عايزة تقليها اكتر من كده مفيش مشكلة. وكان ممكن احط كمان معلقتين قشطة مع، لكن انا حاطة لبن دسم معايا اهو، وانزل بالمكسرات. اللوز هو طبعا اللون يبقى حلو قوي معاها كده اهو. تعالوا بقى نقطع منها قطعة ونشوف احنا هنقدمها ازاي. بعد ما عملنا كده ببتدي ان انا اجيب القطاعة، ثواني كده، ادي القطاعة بتاعتنا كده، اقطعها نصين كده اسلكها كده معايا اهو. ممكن تدهني رشة زيت في الصينية بتاعتك علشان تعرفي تطلعيها بكل سهولة. واجي اهي، شايفين هي محتاجة تمسك معايا شوية اكتر من كده في التلاجة، ما اخدتش وقت كتير في التلاجة كده اهو. خلاص هي دي معانا كده، نحطها هنا. تعالوا بقى نشوف برضو فكرة التقديم ونجمع مع بعض الطبق بتاعنا. اقلب الصلصة مع الحمص، كفاية دي كده، شيلها من على النار. بنروح عاملين ايه؟ معايا وحدات كريز، ممكن اعمل واحدة بالكريز وواحدة بالورد كده. معايا ورد مجفف، حبات لوز تانية سليمة اقدر احطها، الورد المجفف معايا كده. ده قابل للأكل على فكرة، مش مجرد بس زينة. خلاص أنا شايفة برضو أن معاها الكريز شكلها حلو قوي كده وكده. بنجيب العسل، أنا العسل ده لونه غامق ليه كده؟ أنا مكرملة السكر، خلاص يدي تيست وطعم حلوين مع بعض. وبننزل كده وكده، بنحطها بقى جنبها. اللي حابب يزود العسل
بنسيبها جنبها كده، اللي حابب يزود بيزود معايا. ودي ليالي لبنان بتاعتنا السهلة والسريعة، عملناها معاكم مع بعض وطلعت مع بعض معانا زي ما احنا شايفين. انا حابة بس اعمل حاجة علشان تعمل معايا اسرع من كده، انزل بيها هنا. تعالوا بقى نجيب الطبق اللي هنقدم بيه، وانا محتاجة الشوربة دي برضو، ونعمل طبق الفتة بتاعنا، فتة الكوارع المخلية. وفي ناس هنا ما بتحبش الكوارع وبتصور غصب عنها بس مجبرين بقى، بس ممكن تاكلوها على فكرة عشان تحرموا تقولوا لي ما بناكلش حاجة. لازم ناكل. يلا بينا. هنعمل ايه؟ بيعملوا حركة حلوة قوي عجبتني برضو. بنروح عاملين ايه؟ ثواني كده. تعالوا كده. دي هنحط فيها بقية الصوص. بجيب شوية عيش كده. تمام. كده. ومعاهم شوية من الصلصة البيضة اللي هي مجرد ثوم والشوربة معايا كده. والرز. يلا نجمع بقى الايه الطبق بتاعنا اهو. باخد شوية رز، ريحة الرز بقى مش عايزة اقول لكم، مع الصلصة والفتة والحاجة حاجة رائعة جدا. بعملهم كده مع بعض، بخلطهم كده مع بعض، شايفين؟ عشان الرز يختلط كده مع العيش بتاعي. خلاص كده. وانزل بشوية عيش. بجمع بقى طبق فتة عادي جدا كده، حسب الحجم اللي انت عايزاه والكمية اللي انت عايزاها. وانزل بالحبة اللي انا عملتهم دول مع العيش والرز كده اهو. ممكن اجي احط معاها شوية من الصلصة الحمراء خلاص هنا، لكن انا عايزة اكتفي ان الصلصة تبقى على الوش، واللي محتاج هنحطها برضو ونزود. وباجي احط بقى الرز بتاعي عادي خالص عشان اكل يبقى كله مختلط مع بعضه كده اهو. سهلة. ممكن اجهز كل حاجة من بالليل، احمص كمية عيش علشان الفتة، فتة لحمة، فتة كوارع، اي بقى فتة احنا عايزينها، واعمل حلة رز ابيض زي دي واشيلها برضو في التلاجة، مش هتقول لأ. يبقى جاهز معايا على بقى تتبيلة اللحمة وشوي اللحمة، واليومين بقى بتوع الدبح والانشغال والضيوف والعزومات. كل سنة وانتوا طيبين كده اهو. وانزل بالكوارع بتاعتي المخلية اللي هتتاكل بدون اي مشاكل خالص، بالمعلقة او بالشوكة كده اهو. كده استوت، ما خدتش مني وقت خالص. خلاص انا في عيش هنا كده على الجنب، ده انا كنت عايزة ازود بس كده. تمام. باجي عليها بحط برضو شوية على العيش من الصلصة دي كده. تمام. واجيب من الصلصة بتاعتي. خلاص انا مش عايزاها تبقى متسبكة قوي عشان تبقى حاجة خفيفة معايا بالمنظر ده كده. ناخد بقى شوية الحمص، دخلوا وخدوا من الصلصة، مش مجرد حمص انا حطاه. الريحة مش عايزة اقول لكم حلوة جدا. انا نفسي خلاص جوعت، مش قادرة استنى. شيل دول كده. الحمص شكل جديد معانا مختلف، وبرضو حاجة وقيمة غذائية يعني. واعتقد ان بعد النهاردة اللي مش بيحب الفتة ومش بيحب الكوارع هياكلوا الكوارع. قالوا بقى نحط بقية الصوص هنا بالراحة كده. ننزل بشوية صوص، اللي حابب يزود
براحته، ونخليها دايما الصلصة آخر حاجة، لأن هي أكتر حاجة ممكن تبوظ لي الأكل بتاعي أو تفسد الصلصة بتاعتي. معلقة السمنة كمان الأخيرة اللي بنحطها، تعالوا ننظف مكاننا كده، معلقة الصلصة الأخيرة اللي بنحطها، معلقة السمنة سوري مش الصلصة، السمنة البلدي اللي بحطها في الآخر على الرز بتدي تيست على فكرة يا جماعة، حلوة قوي ومختلف تماما، تحس ان انتوا تاكلوا كده طبق ايه فتة متكلف مش مجرد عيش ورز معين. كمان الشوربة بتاعت الكوارع بقيتها بنصفيها ونبتدي نقدمها جنب الأكل بتاعنا. خلاص كده نشيل بقية الرز زي ما قلتلك، تقدري تعمليه ونكمل نشيله مع بعض والشوربة بتاعتنا. اوعوا ترموا أي حاجة، احنا عملنا النهاردة مع بعض فتة الكوارع مع بعض، وعملنا شوربة الكوارع عرفنا تتعمل ازاي، وعملنا مع بعض ليالي لبنان الحلوة معانا الجميلة السهلة، وانا حبيت طبعا ان انا اقدمها مخصوص علشان الاستاذة مريم اللي طلبتها مننا. وفتة الكوارع بنستقبل بيها رمضان، بنستقبل بيها العيد، كل سنة وانتم طيبين. دي حلقتنا النهاردة، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من مطبخ لايف، إلى اللقاء.